فعاليات مهرجان طيران الإمارات للأدب والذي تستمر فعاليته من 3 إلى 11 من مارس 2017. حضرنا محاضرة بعنوان حلق معي لسمو الشيخ عبد العزيز النعيمي والمعروف عالميا بالشيخ الأخضر، والذي حلقنا معه في رحلة متنوعة من جوانب حياته المليئة بالدروس والمبادرات. وتنوع حديث الشيخ الأخضر عن أساسيات النجاح والقيادة، وذكر أن من واجبات القائد الناجح أن يفسح المجال لغيره، وكما ذكر أن حياة الناجحين هي مجموعة من الإخفاقات والنجاح، ولو كانت حياتك مليئة بالنجاح فقط فذلك يعني وجود خلل في حياتك، وإن كانت مسيرة حياتك مليئة بالفشل فذلك يعني وجود خلل أيضا في حياتك. كانت لنا فرصة رائعة باللقاء التالي مع الشيخ الأخضر. مرحبا واهلا اعزائي، وحلقنا مع الشيخ الاخضر اليوم في اطلاق كتابي حلق معي مع الشيخ الملهم الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي. لو ممكن تكلمنا عن الكتاب. هو الكتاب اطلق من فتره، لكن اليوم كانت مهرجان طيران الامارات للادب. فكره حلق معي هي فكره الهاميه وايضا تشجيعيه للشباب وحتى للكبار وحتى للمجتمع، ان لابد ان يكون عندنا همم وعندنا ايضا افكار للتاثير واسلوب للعطاء، وهي خلطه كذي كوكتيل نسميها لملهمو العطاء. نصائحك للشباب العربي المحبط. هو ليس محبط، هو عند الأمل موجود، بس إدارة وقته واستثماره، ولا تصغر من الخير ولو قل، لأن ما تدري يمكن تكون قطرة ماء قد تفلق الصخر. صحيح. وأنت قطرة ماء خلي بالك قد تكسر وتفلق الصخر وتكون أنت بإذن الله سبب. شكراً وسعدنا جداً بلقائك.